أسعد الله مساءكم، أهلا بكم في الشوط الثالث في عدد جديد. سنقف فيه عند 7 مباريات من المحترف، سنقف فيه عند رابطة الأبطال الإفريقية، عند قرعة دور المجموعات، حديث عن كأس الكونفدرالية، حديث عن السرعة الخامسة يوفاق ستيف الذي عاد كعادته للتحليق حاليا هذه المرة. سنتحدث عن أطول جولة بدأت منذ يومين لتنتهي يوم الاثنين إن شاء الله، سنتحدث عن إقالات جديدة متجددة لبعض المدربين. وللحديث طبعا كالعادة يسعدنا أن نستضيف في هذا العدد واحد من نجوم كرة القدمية الجزائرية، لاعب يساري مهاري يفكر بعقله وينفذ الكرة بقلبه، لاعب موهوب لعب في أعرق الأندية الجزائرية ليسكن بنادي اتحاد الجزائر العريق. للحديث معنا عبد الكريم زواري، مرحبا بك في بلاطو التلفزيون الجزائري. السلام عليكم، الله يسلمك، نشكركم على الاستضافة وراني فرحان كي راني هنا مع خويا طارق والحكم تاعنا الدولي بيشار. طبعا مادام انك قدم البقية معنا كالعادة محلل برنامج شوط الثالث والتلفزيون الجزائري طارق غول، اكيد انه نهاية الاسبوع كانت كروية بامتياز في اطول جولة. طبيعة الحال مساء الخير خويا محمد، مساء الخير سادة المشاهدين، باطول ومازال الجولة باش تكمل باذن الله حتى اليوم الاثنين، ومع ذلك فهي تدور في النهاية، هي بطولة المحترف لهذا الموسم، مادام انه صار فيه محترف واحد وصار القسم الثاني قسم الهواة لا غير. للحديث المحترف دائما ونحن نتحدث عن التحكيم خبير التلفزيون الجزائري الدكتور محمد بشاري، مساء الأنوار. مساء النور مشاهدينا الكرام، سعيد بتواجدي معكم. أعتقد أن هذه الجولة كانت جولة هادئة تحكيميا إلى درجة حد بعيد. إلى حد نعم. بعيد نعم. طبعا البداية ستكون مع يزيد بلكوت والدقيقة الثالثة. هذه فرصة لجول، جول جول. طبعا كانت صور من أجمل صور عودة الأندية الجزائرية واجتيازها للأدوار الأولى وبسهولة وبإقناع. شباب الوزداد واصل الإمتاع بعدما ضمن التأهل بأقل مجهود ممكن. المولودية خسرت في صفاقسي في مباراة رجالية، هكذا شبهها مدرب النادي بمباراة التأهل للمنتخب الوطني الجزائري أمام بوركينا فاسو، الشبيبة بالإقناع وبأقل مجهود أيضا. الوفاق الصيفي الذي لم يلعب تأهل على البساط في انتظار عودته للتحليق. قبلها أيضا كانت قرعة الدور بالنسبة لدور مجموعات بالنسبة لرابط الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية أيضا، طبعا في انتظار تقديم صور هذا أو هذه عملية القرعة. طارق، مجموعات صعبة بالنسبة للأندية الجزائرية، كثر الحديث عن هذه المجموعات، يبقى أنه مجموعة شباب بلوزداد سفريات طويلة مرهقة بالنسبة للنادي، العكس بالنسبة لمولودية الجزائر. شبيبة القبائل وفاق ستيف بمباريات كلاسيكية إفريقية تعود بنا للزمن القريب بالنسبة لكرة القدم الجزائرية. هو أكثر منه يا محمد، هو أكثر منه بالنسبة للفرق الجزائرية هو التنقلات. نعم. وهو الهاجس يعني لكل الفرق الجزائرية يعني تتخوف منه، ولكن نشوفه أنه في الآونة الأخيرة خاصة بالنسبة لشباب الوزداد لأنه تنقل عدة مرات، على الأقل السفريات تاعو راح تكون يعني محضرة منذ الآن، بما أنه التواريخ راهي موضوعة يعني تعطي فرصة لكل فرق أو الإداريين أنهم يعني تكون عندهم بلان دو فول
يعني مناسب للفريق هكذا باش الامور كلها نتفاداوها، لانه في الموسم الماضي او تذكر زواري بالنسبه لاتحاد العاصمه في اخر لحظه تم تغيير التواريخ، اصبح مشكل كبير بالنسبه للفريق. ولكن الان نظن انه كل امور مهيئه ما عدا الامر التحكيمي اللي يتكلم عنه الاخ بشاري بالنسبه للتحكيم الافريقي، هل ترى في مستوى اللي نقدروا نعتمدوا عليه، ولا في كل مرة الفرق الجزائرية تكون عندها دائما في آخر لحظة أو في آخر دقيقة مشكل من المشاكل التحكيمية؟ طبعا عبد الكريم زواري، مادام أنك لعبت أعتد المنافسات الإفريقية رابطة الأبطال مع اتحاد الجزائر، أكيد أنه مهمة السفر بالنسبة لأي لاعب متعبة بدنيا أولا ثم ذهنيا، بالنسبة لكم كلاعبين كيف كنتوا تتعودوا على هذه الأمور، خاصة بالنسبة لاتحاد الجزائر الذي ألف المنافسات الإفريقية وتمنينا جميعا أن يتوج بها؟ باش نقول لك المنافسات الافريقيه لازم تكون محضر لها من قبل ذهنيا نفسيا. الحمد لله احنا العام اللي فات الفريق تاع اتحاد العاصمه بالرغم من المشاكل اللي كانت عنده، قلنا احنا كان عندنا كما نقولوا توليفه تاع مجموعه اللي كانت كما نقولوا تدافع على شعار الفريق، مام كان معنا اخونا طارق كان معنا في الفريق، كانت رحلات متعبه. مي كي تشوف السنه دوك كيما شباب بلوز داد لا فريق مديه الجزائر ولا اللي راهم كيما نقولوا في لا ديناميك وراهم نفسيا ملاح، مام كي نشوفوا التحضيرات تاع السفريه تاعهم انا نشوفوهم يكونوا دائما منظمين، ان شاء الله احنا نتمنوا لهم باش. واش تفضل مجموعه شباب بلوز داد او شباب او مولودي الجزائر؟ منطقية مولودية الجزائر، مولودية الجزائر باسكو ما عندهمش مع الترجي والزمالك ونادي ياسين، مولودية الجزائر باسكو ما عندهمش تنقلات كما نقولوا القارة الإفريقية كما نقولوا السمراء. دون كي تشوف شباب بلوزداد ثاني جروب اللي لعبوا فيه، دون تشوف لعبوا مع تي بي مازامبي وماميلودي سانداوز، هادو ديجا فرق اللي وصلوا الأدوار المتقدمة وفازوا عندهم تقاليد. مين ان شاء الله هذه تكون حافز لشباب بلوزداد اللي يمر فتره زاهيه باش ان شاء الله يفرحونا ويفرحوا الجزائر ان شاء الله. طارق، لعب الان حان الجد، حتى الحديث الذي كنا نسمعه بين انصار الانديه الجزائريه وهي نقطه سلبيه للاسف، الحديث عن الانتماء الى نادي ضد نادي جزائري، اليوم من غير الممكن ان نتحدث عن مناصر جزائري يناصر نادي اخر ولو بالمزاح. اليوم وقت الجد بالنسبه للانديه الجزائريه إن أردنا فعلا العودة لأمجدية المنافسات الإفريقية، سواء بالنسبة للوفاق، سواء بالنسبة للشبيبة، سواء بالنسبة للشباب أو لمولودية الجزائر، كيف ربما ما هي الأمور التي أو الجزئيات التي ممكن أنها تخلي فريق ينجح مقارنة بالفريق في هذا الدور بالذات؟ هي أكثر منها التنظيم، تنظيم الرحلات، التحضير كما شفنا سواء شباب الوزداد وفاق سطيف، هاد الفرق اللي راهي مشاركة في المباريات أو اللقاءات الدولية هو بدايتها يعني في الوقت أعطت فترة أنها حضرت لعبت المباريات الودية قبل بداية البطولة، دورات تمهيدية خدتها بجدية، لما نشوفوا أنه في شباب الوزداد يسجل أكثر من 3 أهداف سواء داخل الديار أو خارج الديار، مولودية الجزائر نفس الشيء رغم أنه خسر أمام صفاقسي، ولكن يعني الدور أو المجهود البدني اللي قدمه أمام فريق اللي كان يستنى يعني في أي لحظة، وخاصة بالغلطات بعد الغلطات التحكيمية، وكنا متخوفين من الجانب يعني ردة فعل اللاعبين كيفاش راح تكون في المباراة هذيك، شفنا يعني أمر مغاير. لما تكلمت أنا وقلت لما نشوف لاعب كيما لاعب حرات ما يقوم ولا تصرف، ونعرفوا أنه عنده هذوك النرفزة ما قام ولا تصرف، لما نشوفه حشود في كل مرة يروح اللاعبين تاعه ويتكلم، تحس أنه اللاعب الجزائري من الجانب الذهني خلاص بدا يفهم انه المباراه ما تربحش امام اللاعبين اللي راهم معاك. نعم. او اللي راهم ضدك، تلعب امام الكواليس، كل الظروف المتواجده. نعم. كل الظروف، وهذا يعطي فرصه للكره الجزائريه انها تطلع في المستوى. نعم. لازم نحو العقليه تاع ان نشاركوا باش نروحوا للدور المجموعات وفقط، لا فعلا نشاركوا باش على الاقل نروحوا للنصف النهائي. طبعا حتى رئيس الاتحاديه تحدث عن ضروره حماية الأندية الجزائرية تحكيميا، تحدث عن الأداء الكارثي جدا بالنسبة للحكم قسمة، طبعا قسمة المعروف أيضا حتى بالنسبة لبعض المباريات الأخرى. قبلها نقف عند تصريحات الأسبوع، بوزيدي رحل من الشبيبة، عاد إلى الشبيبة، إلى أين بوزيدي؟ نستمع ثم نعود. على حسب واش راني نسمع واش راني نقرأ،
بون الى الى يعني نقول الى كاين منها نقول المدرب جديد ان شاء الله يلقى فريق واجد عقليه جديده شابه ولا ماشي الكا لازم نشوف ثانيك لي ديمونتي باسكو اليوم كي نشوف نوجد مقابله باش نفرح البيبليك ونقرا مده يومين والهضره عليا والمدرب خلاص واتصلوا الى ما الى كاين منها كل واحد في حقه لا سيباراسيون سي با ان بروبليم بور موا ليسونسييل سي كو اون فا سو سيباري بور ليسي ديجا ما بلاس بروبر كوم دابيتود والاسباب العام والخاص على بالو ومانيش تاع مشاكل ومانيش تاع اللي نهضر باش ندير باسكو علاه لا ريجيون هذه الميريت لو كالم لا سينيتي ولو ريسبي الا تعطيني تعاوني وتعطيني وتجي معايا وتريح معايا في السرة والضرة ولكن الى غير في المناسبات انا الحمد لله ما عندي حتى مشكل لهذه الساعه مع حتى واحد الرئيس هذيك النهار جا حكيت معاه قصرنا وجدنا المقابله وقلت نهار الاربعاء غدوه ان شاء الله لازم نتلاقاو راح تحل صفحه تاع فخص العقد هدايا على الايام الملاح وتوالي الافراح اهم على الجيل الذهبي والالقاب المتتاليه والانجازات الخالده حينما كان اسد جرجره يزأر محليا وقاريا من ينسى ملعب اول نوفمبر بتيزي وز ومن ينسى ملعب 5 جويليا الاولمبي حين كان الشبيبه وحين فعلا حين كانت الشبيبة ولا تزال الشبيبة وستظل الشبيبة مثلها مثل أعمدة الأندية الجزائرية التي صنعت الكثير وكتبت بحبر بتألق بعرق المناصرين بسهر المسيرين أيضا وأداء اللاعبين برجولة اللاعبين صنعت الكثير بالنسبة لتاريخ كرة القدم الجزائرية. تصريحات اخترنا هذه المرة تصريح واحد فقط لأنه في النهاية لافان حل ببيت الشبيبة وابو زيدي حل ايضا وماذا حدث بعدها اكيد ان الايام القادمه ستكشف المزيد طارق. لا انا بالنسبه لي اكثر منه التصريح الاخير لما قال بالنسبه للسراء والضراء مع الفريق انا نقول له انه انت اللي وقفت في السراء والضراء تاع الفريق. الفريق لما مشات النتائج ولا ما نقولش الفريق باش نكون واضح المسؤولين اكثر منهم المسؤولين تخلاو عليك لما مشات النتائج لانه في الظروف خاصة في الظروف اللي مر بها كان كل مرة عنده ضغط ومرغوم عليه أنه يحقق نتائج يدير توليفة للفريق إعطاء روح للفريق وش اللي شفناها في المباريات الأخيرة لما كان حاضر فيها في المباريات ولكن بطبيعة الحال احنا تكون عندنا قراءة من بعد نلقاو أشياء أخرى احنا اخترنا هذا التصريح طارق حتى يكون طبعا جمهور شبيبة والجمهور العام على دراية اخترنا هذه لأننا وقفنا مع مبدأ الإطار الجزائري في آخر عدد قدمناه كصورة للعدد وقلنا يجب أن نحمي الإطار الجزائري في هذا السياق. ماذا حدث بعدها الله أعلم. لا نحمي الإطار المحلي أو الجزائري أنا معك ولكن حتى الإطار المحلي والجزائري لازم يكون مع المواقف تاعنا وتكون عنده مواقف فعلا. أنا الأسبوع الماضي تكلمت بحرقة ولأني راني نقدر نقول لك أني نمر بيها لا. ولكن لما نشوف يعني اشياء مثل هذه انا واحد ما نقبلهاش. انا تكون عندي تصرف تكون عندي يعني موقف يشرفني ويشرف حتى المدربين اللي معايا ولكن اشياء مثل هذه انا نتمنى انه ما نزيدوش نشوفوها تكون مواقف نعاود نرجع لها تكون مواقف بالنسبه لاي شخص. طبعا بشاري بالنسبه لك كيف تقرا ما حدث في شبيبة القبائل؟ تشوف فريق عريق كشبيبة القبائل يمر بأزمة كهذه ومع علم أن النتائج وكل شيء كانت تمر بأمور جيدة نظن اللي كانوا من أجدر المسؤولين تاع الشبيبة مع السيد بوزيدي يقعدوا على طاولة ويحلوا هذه المشاكل دون المرور بهذا الأشياء اللي ما تشرفش فريق شبيبة القبائل. طبعا تمنينا أن يكون هناك تواصل من إدارة شبيبة القبائل حتى نتحدث عن هذا الموضوع لإزالة اللبس لأنه شبيبة القبائل في النهاية هي شبيبة الجزائر وهي الفريق الذي صنع مجد كرة القدم الجزائرية طبعا بالإضافة إلى مولودية طهران مولودية الجزائر شباب بلوزداد اتحاد الجزائر وفاق سطيف وبقية الأندية كل على قدر خطى. نواصل زواري بالنسبة إليكم بداية موسم صعبة بالنسبة لاتحاد الجزائر قبلها حال الإصابة بريت الحمد لله إلى أين وصلت بالضبط.
الحمد لله انا عند الاصابه يعني مع الطاقم الطبي تاع الفريق اللي راني نعالج فيها، وان شاء الله من ديسي ان سيمان دي جور نعاود كما نقولوا ندخل في الجروب ان شاء الله الحمد لله هكذا ولا اكثر. والفريق الفتره اللي مر بها نظن كاي فريق اللي يغير في التركيبه في التركيبه في التركيبه البشريه وسواء الناحيه الاداريه نظن هذه احنا ما قلقتناش، بالك الشعب تاع اليسمى بالك الناس كما نقولوا الاداره جديده الشركه جديده تخلقت، مي احنا كلاعبين ما تقلقناش باسكو نعرفوا باللي لازم باش تكون لاعب وتقدم في مستويات مليحه لازم يكونوا لي زوتوماتيزم يكونوا لاعبين اخر. احنا هذه ما قلقتناش ان شاء الله بلافونير هذه نعاود نفردوا الفريق، وان شاء الله نظن احنا تكون بدايه تاعنا هذه تاع نصر حسين داي اللي فزنا فيها قدمنا اداء جيد. ان شاء الله تاني مع القدوم تاع المدرب الجديد ان شاء الله نعاودوا نولوا، نظن المدرب هذا ديجا صنع افراح اتحاد العاصمه صف عندها عامين، ان شاء الله احنا كلاعبين ان شاء الله نعاودوا كما نقولوا نولوا التوليفه تاعنا اللي يعرفها فريق اتحاد العاصمه ان شاء الله. طبعا بالنسبه لي ربما الامور التي تحدث عنها المدرب الجديد حتى عنتر يحيى بعد موضوع الذهاب ثم العوده، بالنسبه لي عنتر يحيى ما هي الامور التي تحدثتم عنها بينكم حتى يعود الفريق لسكه الانتصارات والنتيجه كانت مباراه نصر حسين داي؟ نظن احنا كان كلاعبين كان عندنا ثقه في نفوسنا والاداره كذلك، احنا واش كان الحديث يدور كاع المحبين تاع الفريق الانصار هي عوده الفريق اتحاد العاصمه لسكه الانتصارات. نظن الحمد لله بدات مع الفريق تاع نصر حسين داي ان شاء الله نزيدو نكونفيرمي ولو ريزلت هادي لاندي ان شاء الله مع الجياسكا. طبعا ان شاء الله. طبعا بلال اعطينا جدول المجموعات والمباريات بالنسبه للانديه الجزائريه والقرعة. بشاري بإمكانك تدخل الحديث عن المهزلة التحكيمية التي حدثت في آخر مباراة بأصفاقسي، هل يمكن أن نتحدث عن تحكيم ونحن عشنا تجربة دور المجموعات بالنسبة لمباريات معينة حتى التحكيم كان يعني في قفص الاتهام إفريقيا؟ للعلم أن مقابلة يعني المولودية مع صفاقسي اللجنة التحكيم في الكاف راح تأخذها بعين الاعتبار وراح تعيد النظر في كل الهيكلة التحكيمية في هذا المجال. الشيء الإيجابي أن في دور المجموعات راح تكون نظرة أخرى إيجابية بالنسبة يعني لجنة التحكيم الإفريقية، مع العلم أن كل الفرق الجزائرية سواء الشبيبة أو الوفاق عندهم ناس عندهم خبرة من الناحية الإفريقية، هذا شيء إيجابي جدا كما كان يتكلم السيغول من حيث السفرية من حفظ العلاقات السيد قريشي والسيد نغيز، ونفس الشيء بالنسبة للوفاق والشبيبة عندهم علاقات ليقدروا يسهلوا بزاف الأمور بالنسبة للفرق تاعهم. بشاري بالنسبة لتصريح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، هل يمكن أن يؤثر على قادم الأندية بعدما سمعنا تصريح هذا الشيء بالنسبة لي شيء هل سيؤثر سلبا أم إيجابا؟ ربما إيجابا لأنه هذه مساندة للفرق الجزائرية وبأخذ العين الاعتبار أن الاتحادية راهي تساند في الفرق الجزائرية وهذا أكثر من إيجابي. نعم طبعا. طارق نعود بالنسبة للمجموعات، بداية الجولة الأولى ستكون في فبراير ثم بعدها الجولة الثانية تلعب دائما في فبراير، مارس جولتين وأبريل أيضا مجموع جولتين، لا تعتقد أنه مشاركة الأندية الجزائرية يجب أيضا أن تتبعها برمجة استثنائية بالنسبة للأندية، يعني فافور بالنسبة لهذه الأندية محلية؟ طبيعة الحال هو لما لو نحوسوا يعني الانتيري يعني بالنسبة للفرق الجزائرية أو المشوار، لأنه الفرق الجزائرية ماهيش تمثل فرقها، هي تمثل الكرة الجزائرية. نعم. من المفروض أنه الرابطة من الآن تكون عندها برمجة خاصة، لأنه برمجة المباريات الإفريقية خلاص راهي موضوعة. هنا الرابطة هي اللي توضع نفسها أو توضع الفرق برمجة للفرق هذه باش تكون في أريحية، يعني تعرف الفريق وقتاش يتنقل وقتاش يعاود يرجع الفترة الراحة لما يعود حد باش يلعب المباراة ويعاود يلعب المباراة الثانية، يعني كل هذه الأشياء لازم تتخدم الآن ما نستناوش حتى يلحق الوقت وبعد نقولوا لا الفريق كان راح يجي وفريق مازال ما جاش وعلاش ما جاش وحنا قلنا له روح في هاد لادات ما راحش خلى، كل شيء يتبرمج الآن. هنا لازم تكون توليفة بين الفرق المشاركة إفريقيا والرابطة، وعلى طبيعة الحال نصيبوا حل ليناسب الكل.
نعم طبعا بالنسبه لوفاق سطيف شبيبه القبائل يلتقي كل من اشانتي كوتوك الغاني والملعب المالي. ايضا ملعب المالي شفناه يلعب كره جميله. بالنسبه لي اشانتي كوتوكو لا اعتقد ان الفريق الذي كان سيقف امام وفاق سطيف حاليا. اشانتي كوتوكو هو تاهل لانه الفريق اللي كان ما شاركش فعلاً. يعني ماشي ما تاهلش لانه بجداره او فاز في مباراه تاعو. نظن انه الفريقين اثنين شبيبه القبائل وفريق وفاق سطيف نظن الحاله اللي تواجدوا فيها هي اللي تخلينا نتكلموا يعني باريحيه للمشوار المتبقي. نعم لانه خاصه وفاق سطيف نتكلموا اكثر خاصه وفاق سطيف لانه النزعه الهجوميه اللي يمتلكها تخليه انه في المباريات الافريقيه لما تكون عندك نزعه هجوميه يعني محكمه هي اللي تخليك يعني حتى خارج الديار تقدر تفوز. والتقاليد ايضا بالنسبه لي لا شوف فقصي. والله اخويا محمد انا ما نحبش نتكلم كثير على التواريخ تاع الفرق. نعم. لانه التواريخ نتحدث على وفاق سطيف طارق لانه وفاق سطيف بالامس القريب فقط كان يصنع الحدث افريقيا الفائز الوحيد برابطه الابطال الافريقيه في النسخه الجديده مرتين. نعم. حتى القادمه نحسبوها لان ولكن نشوفوا المشوار تاع الفريق. وفاق سطيف بدايه الموسم الماضي كان يلعب المراتب الأخيرة. نعم. قدوم الكوكي أعطى نظرة أخرى وجهة أخرى. نعم. الفريق عاود رجع سكة الانتصارات منذ 23 مباراة بدون انهزام. نعم. هذا ما يخلينا أنه اليوم زدت مباراة لا لأنه ما خلاص تأهل لما تأهل اللي زدتها أنا تكلمت الأسبوع الماضي لأنه كان مازال ما لعبش فعلا. ولهذا 23 مباراة بمباراة تاع اليوم هذا ما يخلينا ونعود نرجع لك النزعة الهجومية تاع وفاق سطيف هي الشيء يعني القوه تاع الفريق. شبيبه القبائل اكثر منها اللعب الدفاعي والهجمات المرتده يعني شفنا عده مرات خاصه المباراه امام اولمبي شلف يعني سجل بمرتدات. هذه قوه من قوه شبيبه القبائل. الشيء اللي تعودنا عليه شبيبه القبائل هو اللي يصنع اللاعب ويفرض طريقته. الان الامور تغيرت مع المدرب الجديد لافان نشوفوا يعني المباريات هي اللي تخلينا نقيموا مردود الفريق او طريقه لعب شبيبه القبائل. باذن الله تعالى طبعا سيكون معنا عبر الهاتف بعد دقائق من الايه من الان اللاعب الجزائري ايوب عزي من قطر لاعب العربي القطري وأيضا اللاعب سفيان بن دبكة من المملكة العربية السعودية. وقبلها نستمع لتصريحات مدرب مولودية الجزائر نبيل نغيز عن قرعة رابطة الأبطال الإفريقية. الحمد لله أنا يعني بصراحة نتمنى أن نواجه الزمالك والترجي لأن هذه تعتبر مباريات محلية مباراة ما بين فرق عربية يعني دائما فيها الحماس فيها الإثارة فيها التنافس وتلعب على جزئيات صغيرة لأن الدربيات صح التعبير. اما بالنسبه يعني للفريق السنغالي نظن بلي هو فريق حديث النشأه يعني نشا في 2010 واول يعني وصعد للرابطه الاولى المحترفه في 2016 فاز بكاس وحده في السنغال يعني فاز ببطوله وحده فيها 13 مباراه يعني ماهوش عنده خبره كبيره ولكن دائما يبقى السنغال نعرفوها فريق تاع كره القدم يعني درسنا في حاجه انك اول مباراه اللي هي مهمه جدا وتبدا بها البطوله خارج الديار مع الزمالك واخر مباراه اللي هي راح تكون خارج الديار ايضا مع الترجي التونسي. نظن هذا هو الاشكال اللي يعني في الرزنامة صعب جدا عندما تبدا المباراه المنافسه خارج الديار وتخلص المنافسه خارج الديار. طبعا قراءه فنيه بالنسبه لي مدرب مولودية الجزائر صراحة ما الذي تغير في المولودية مع نغيز؟ اليوم الجميع يتحدث عن نغيز 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 ألا نخشى أن ينقلب الجميع بمجرد أول تعثر؟ إفريقيا وحتى محليا لا إفريقيا أنا نظن أنه يقدر بالمباراة الماضية أمام صفاقسي بينت شخصية الفريق من ناحية تانية الشيء المتغير بالشباب مولودية الجزائر هو النزعه الدفاعيه. نعم. الدفاع بالنسبه لمدير الجزائر اصبح انه من الفرق اللي ما يعملش اخطاء دفاعيه. تلقى هدفين من ضربتين ثابتتين. نعم. ولكن اخطاء دفاعيه اثناء اللعب ما ناش نشوفوا فيها. يعني لما ما تشوفش الاخطاء الدفاعيه تعطي لك وخاصه لما يكون عندك لاعب كاسب ثقه اللي هو اللاعب فريوي في اي لحظه يقدر يسجل. يعني انت ما تلقاش اهداف ولكن في اي لحظه تقدر تسجل هدف ولما تسجل هدف عندك دفاع اللي يقدر يحافظ لك على هذا الهدف ودوره مثل هذه او مباريات مثل هذه هدف واحد يقدر يغير لك المباراه.
يعني من الجانب البسيكولوجي تسجل صباح معنويات مرتفعة، ما تسجلش على الأقل ما تلقاش أهداف. وهذه قوة بالنسبة للمولية الجزائر خاصة في المجموعة المتواجد فيها. أنا بالنسبة لي لازم يركز أكثر على الفريق السنغال تانغيت، لأنه تلعب في السنغال تقدر تفوز في السنغال وتقدر تفوز عندك 6 نقاط تقعد في مباراة واحدة، لأنه معظم الفرق الجزائرية باش تتأهل لازم لها 10 نقاط فعلا. معناتها لازم تفوز في تفوز مبارياتك هنا مباراة أخرى ومباراة أخرى، يعني كما نقول احنا تسيرها. فريق شباب الوزداد راهو في نفس الوضعية، كثير اللي يتكلم نقدروا نخافوا على شباب الوزداد بالنسبة للتنقلات فقط، ولكن فريق اليوم في أريحية مع التنظيم الجديد. هذا هو يعني لما يكون تنظيم الرحلات كل شيء يمشي مع شباب الوزداد. طبعا ما دام نتحدث عن الرحلات، أيضا لاعب جزائري رحل إلى البطولة القطرية، أدى موسمين مثاليين في نادي أم صلال ثم بعدها حل بنادي العربي. مساء الخير أيوب عزي، نتمنى أنك بخير، ما هي آخر أخبارك؟ مساء الخير أيوب. السلام عليكم أكتماجية. طبعا أسمعك 5-5 مثل ما يقال، ما هي آخر أخبار أيوب؟ شفناك في فريق جديد هذا العام في نادي العربي، مستويات ثابتة لحد الساعة، ما هي أخبارك؟ لماذا اختيار هذا النادي بالضبط؟ كما قلت لك السلام عليكم، اخترت النادي هذا على النادي هذا كان يحتاج مدافع، وفضلوا أنه يكون المدافع هدف يكون هنا في قطر، خاصة في الحالة اللي رانا فيها في المرض هذا تاع كورونا، صعب عليهم يجيبوا لاعب من برا. الحمد لله وفقني ربي، كنت أنا في المدينة هون وما غادرت البلد قطر، وين جات سهلة المهمة، وخاصة كيف شافوا مدافع عزي أيوب اختير الموسم الماضي من التشكيلة المثالية في الدوري القطري، وفقني ربي وين وقعت في النادي العربي هذا، نادي كبير. طبعا أيوب ما دام نتابع بعض مباريات البطولة القطرية، الأكيد أنه مستوى ثابت لحد الساعة، ظهورك في مباريات النادي هذا الموسم صار ثابتا، ربما هل تتابع أخبار مولودية الجزائر ما دام أنك كنت في هذا الفريق؟ تعليقك على تأهل المولودية والشباب في رابطة الأبطال. أكيد من وصولي لنا قطر وأنا نتابع في أصدقائي وفريق السابق مولودية الجزائر، رغم يقدموا في مستوى جيد جدا في هذا الموسم هذا مع المدرب نغيز، مع نشكر المدرب نغيز ونشكر كاع اللاعبين اللي راهم يمدوا اضافه للفريق هذا. الفريق هذا مكانته في الاعلى ومكانته ما بين الكبار الانديه الافريقيه، ان شاء الله يا ربي يقدموا موسم حلو ان شاء الله، خاصه عندهم المئويه سنة ان شاء الله يا ربي، علاش لا يروحوا بعيد في كاس افريقيا، لانه كاس افريقيا خاصة دوكا كي دخلوا لي جروب راح تصعب المهمة شوية، تخاف من التحكيم ثاني. إن شاء الله عندهم فرقة مليحة ومع المدرب راهم يخدموا مليح، راهم نتبعوا فيهم كل صغيرة وكبيرة في الفريق تاعنا هذا اللي كنا فيه، وين فوتنا فيه أوقات مليحة في النادي هذا، النادي كما يقولوا العميد الأندية الجزائرية. إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله ويديروا باركور شباب في كأس إفريقيا. طيب أيوب ما دام أنك لعبت في البطولة الجزائرية في أندية كبيرة، اتحاد الحراش، في مولودية الجزائر، بعدها أم صلال ثم العربي، ما هو الفرق بين البطولة الجزائرية وشي الأمور الموجودة في البطولة الجزائرية والبطولة القطرية المختلفة؟ الشيء الوحيد اللي ركز عليه هما اللي موايا اللي كاين في قطر ما كانش في الجزائر. شفت أي لاعب كرة قدم في الجزائر اللي يخرج من الجزائر يقدم مستويات جيدة، بستعرف باللي احنا في الجزائر عندنا لاباط، عندنا اللاعبين ملاح. الناس تقول باللي البطوله الجزائريه ضعيفه ضعيفه ضعيفه، والله ما هي ضعيفه البطوله الجزائريه. الحاجه الوحيده اللي تتبدل عليك بين البطوله الجزائريه والبطوله الاخرى هي البطوله، هي اللي موايا اللي كاين في البلدان، من خاصه هناك في الجولف في قطر في السعوديه ما كاينش اللي موايا تاعهم في الجزائر. ان شاء الله نطلبوا من السلطات تما انهم يمدوا لي موايا هذو، يمدوا يعطوا قيمة للكرة الجزائرية باش الناس قاعد تخدم، حتى يفهمون الناس الله. أيوب وش هما لي مويان بالضبط؟ لي مويان هما تحكي على الملاعب، على الملاحق، نحكي الملاعب، الملاحق، التكفل الطبي، المكان تاع التدريب الطبي. هنا خاصة هنا في قطر عندما تصاب ولا عفسك كاين
كاين مراكز وعيادات على على مستوى العياده. كل نادي عنده عياده، كل نادي عنده عياده وين يسواني فيها، وين يدير خاصه الى دا اصابه غراف ولا عبسه يحب يدير لي رام يديروه ثم في النادي، يحب يدير راديو ايكوغرافي يديروه في النادي. حنا في الجزائر ثم تكون مصاب ولا عبسه تحب تطلب باش دير لي رام ولا عبسه لازمك ديبلاسي، خاصه في مولدي الجزائر كنا ديبلاسي حتى الرويبه عند الدكتور الكحل والله ما على باليش واش اسمه نسيت اسمه، ديبلاسي حتى الرويبه باش دير لي رام تعاود تجي. وخاصه في الجزائر راك شفت السيركيلاسيون تضرب قريب واحد ربع سوايع باش تلحق الرويبه تعاود تولي. هنا كل شيء موجود، ما عليه غير تخدم، اخدم وصاي هذا ما كان. طبعا ايوب عزي بالنسبه لي تواجد اللاعبين الجزائريين بكثره وبقوه ايضا في الدوري، حتى انت تلعب مع كبار المهاجمين في اسماء من قاره اوروبا، تلعب حتى احسن المهاجمين في البطولات الاسيويه حاضرين في البطوله القطريه، اكيد انه ايوب عزي ايضا عنده حرقه لاعب في المنتخب الوطني المحلي، ثم بعدها الاستدعاء للمنتخب الوطني الجزائري، ثم الابتعاد عن المنتخب. كيف تجد نفسك اليوم وأنت تلعب أمام كبار المهاجمين، وألا تفكر دائما في العودة للمنتخب الوطني خاصة ما دام أنه جمال بالماضي متواجد في قطر؟ والله وش نقول لك، أي لاعب يتمنى أنه يتقمص ألوان الفريق الوطني، أي لاعب يتمنى هذه. وفي الوقت اللي فات قبل ما يكون الناخب الوطني جبان بالماضي اختاروني في 2017 في كأس إفريقيا، وكنت رايح لكأس إفريقيا، ولكن في الأسبوع الأخير تم شطب اسمي في الأونة الأخيرة، الله أعلم ليش. الحمد لله كما نقولوا الوقت هذا كاين جمل بالماضي، ونعرف باللي جمل بالماضي صارم في العمل تاعو وما يحقر حتى انسان. اللي عنده بلاصته في المنتخب الوطني مرحبا به، واللي مد زياده مرحبا به. انا دوكا رانا نخدمه كما قلت لك، ما كاش اللي ما يتمناش الفريق الوطني. كل ما يستدعي لاعبين في المنتخب الوطني وما نلقاش اسمي انا بحد ذاتي، ما نلقاش اسمي ولا عرسه، نحس بروحي باللي راني مازال ناقصني خدمه، وين تعطيني دافع معنوي قوي، وين يخليني لازمني نخدم. خاصه هنايا في البطوله القطريه كاين مهاجمين اوروبيين، مهاجمين عالميين، رانا كما نقولوا رانا نخدموا باش نلحقوا المستوى ونكونوا في الفريق الوطني ان شاء الله. طبعا بالنسبه للنادي يؤدي في مستوى عادي جدا او جيد لحد الساعه، الى اين تريدون الوصول؟ ما هي اهداف الفريق هذا الموسم؟ الفريق تاعي اللي راني فيه دوكا فريق العربي، الاهداف تاعنا انه نلعبوا في الاربع مراكز الاولى باش نلعبوا العام الجاي تشامبيونز كاس اسيا مع الكبار الانديه الاسيويه ان شاء الله. طبعا ايوب عزي معنا على المباشر من قطر، ما هي رسالتك لانصار مولودية الجزائر وايضا اتحاد الحراش الذين اشتاقوا اليك؟ اكيد الحاجه الاولى فريق اتحاد الحراش، قبل اتحاد الحراش كنت في مدينتي مسقط راسي ورقلة في نادي بوغوفالة، نادي بوغوفالة وين تربيت فيه، ومن بعد انتقلت الى امل ورقلة لاصو، ومن بعد الى شباب حسن سعود، ومن بعد الى مولودية مخازنة، ومن بعد الى جيت المحترف الاول من الاطار من الباب فريق اتحاد الحراش اللي نشكر فريق اتحاد الحراش اللي دار لي اسم كبير. ومن بعدها رحت انتقلت لنادي كبير، نادي العريق مولودية الجزائر اللي كنت نحبه من صغري، الحمد لله وفقني ربي ولعبت فيه 6 سنوات مع نادي مولودية الجزائر ونحقق له ولو شيء بسيط واش يلزم تحقق مولودية الجزائر. من الحمد لله ماناش نادمين على الفتره اللي جوزناها في فريق مولودية الجزائر. ممكن تعود للنادي؟ ممكن تعود للنادي في المستقبل؟ علاش لا، كلش مكتوب ربي. كما جينا لمولودية الجزائر، كما رحنا، كما جينا قمصلا، كما جيت للنادي العربي ممكن، علاش لا صافي. كما نقولوا تلعب في فريق مولودية الجزائر، كما نقولوا مولودية الجزائر شغل فريق الوطني بالنسبه لي انا. طبعا ايوب عزي نتمنى لك كل التوفيق في التجربه الاحترافيه بقطر، شكرا لك، كنت معنا من الدوحه على المباشر عبر الهاتف، شكرا لك. عبد الكريم زواري لاعب جزائري خريج البطولة الوطنية الجزائرية من مدينة ورقلة، طبعا زواري من مدينة سعيدة، دليل أنه المواهب الجزائرية موجودة في الجزائر العميقة، وين ترمي يدك تجيب؟ احنا نعرفوا في الجزائر باللي كاين، كما كان يقول خونا أيوب باللي كاين لاباط، احنا خصنا لي موايان هاد المنشآت الرياضية اللي تحقهم كما نقولوا الأندية المحترفة، هادو اللي لازم يكونوا باش يطور اللاعب الجزائري مستواه ويقدر يكون
برسك يلحق لو نيفو هذا اللي باش يلعب به الفريق الوطني ان شاء الله. دوك ان شاء الله نتمنوا احنا من السلطات ولا وين يركزوا على الرياضه بصفه عامه ماشي غير كره القدم، ويوفروا للرياضيين منشآت والوسائل استرجاع اللي يسحقهم الرياضيين هكذا باش نطوروا الرياضه كاع بصفه عامه والرياضه كره القدم بصفه خاصه. بكريم زواري بصراحه مادام انك لاعب موهوب نعرفوك لاعب يساري، لعبت في نادي اتحاد بالعباس قدمت المتعه، في اتحاد الجزائر نفس الشيء. تحية طبعا لكريم مسالم الذي كان يتحدث عن المتعة قبل دخولنا إلى البلاطو. هل تعتقد أنه فعلا بطولتنا اليوم بطولة محترفة؟ من احنا حبر على ورق؟ برس احنا نقدر نقول باللي حبر على ورق، بس كل احتراف رانا بعاد عليه. كي تشوف أيوب أعطاك وسائل صغيرة اللي ما كانش في الأندية الجزائرية. هذه وسائل استرجاع، العيادة، المنشآت، هادو اللي لازم، هادو الحوايج الصغار اللي لازم يكونوا في فريق محترف باش تطور الرياضي بصفه عامه ولا لاعب كره القدم. حنا هادو نسحقوهم في كره القدم، نسحقو باش يكونوا كاين منشآت وين باش من بعد انت تكون آلاس في الفريق هذاك وتقدر تمد وتخمم غير في الجانب الفني تاع التيران. حنا عندنا الجوار الجزائري يقول لك محترف، تلقاه يخمم اير، تلقاه يخمم في كوميرس، تلقاه كي تروح لوروب ولا تروح الانديه القطريه هنا ما يخموش في هاد الصوالح، يخمم على المستطيل الاخضر. نعم. ان شاء الله احنا نوصلوا لهذا، ان شاء الله الجينيراسيون اللي طالعين يلقاوهم. طبعا طارق قبل التعليق ايضا لاعب جزائري اخر لعب في نصر حسين داي وخريج المدرسه ايضا لعب لمولوديه الجزائر، وهو اليوم في الموسم الثاني لنادي الفتح السعودي معنا على المباشر وعبر الهاتف سفيان بن دبكة. مساء الخير سفيان، نتمنى أنك بخير دائما ومواصلة التألق في البطولة التي قدمت فيها مستويات جيدة لحد يسع. مساء الخير سفيان. سفيان بن دبكة مساء الأنوار. طبعا سنعود للحديث مع سفيان بن دبكة. طارغول اليوم نشوف اللاعبين الجزائريين بقوة في الخليج العربي، نفس الإمكانيات موجودة، لماذا لا نستغل اللاعب الجزائري؟ القضية ليست قضية أموال فقط في النهاية، مادام أن اللاعبين الجزائريين يحجون إلى البطولات الخليجية في النهاية هو حتى البطولة التونسية. هو أكثر منه أكثر منها يعني التفادي للمشاكل. معظم اللاعبين والله يتنقلوا وهذا على دراية، راحت البال ما يحوش اكثر منهم، يعني ما نشوفوش يعني صفقات كبيره ولا، ولكن اكثر منه يقول لك انا على الاقل كما قال زواري على الاقل نخمم بالنسبه للمستطيل الاخضر كيفاش راح تكون يعني مشوار متبقي. نعم. بالنسبه يعني لا كارير المشوار تاع اللاعب كيفاش راح يتسطروا، هذا هو يعني، وفي نفس الوقت يكتشف حقيقه الاحتراف. نعم. لانه احنا نتكلموا على الامكانيات، ثاني في شيء اخر هو برمجه اللقاءات، برمجه التدريبات، يعني كل هذه الاشياء محيط تدخل في الاحتراف. لا المحيط الرياضي ما نتكلموش، محيط يعني عنده نظره اخرى ما نتكلموش عليه، لانه لو نتكلموا عليه لازم لنا حصه اخرى، ولكن خلينا غير بالنسبه للامكانيات. الامكانيات خلي سفيان بدبك ما دام انه عاد معنا على البرا الهاتفي دائما. سفيان مساء الخير مره اخرى. طبعا لعبت في فريق نصر حسين داي، في فريق مولودية الجزائر، اليوم في فريق الفتح السعودي للموسم الثاني، تؤدي في مستوى جيد، مساء الخير، اشتاقت إليك الجزائر، ما هي آخر أخبارك سفيان؟ أولا السلام عليكم، يعني شكرا على الاتصال ونسلم على الناس اللي راهم معك. طبعا معنا طارق غول وعبد الكريم زواري. الله يبارك سلم عليهم، الله يكونك بخير ان شاء الله. سفيان بن دبكة اختيار البطولة السعودية، اولا مستويات التي تقدمها حاليا، هل يمكن ان نقول ان سفيان بن دبكة وجد ما كان يبحث عنه من خلال الاستقرار الرياضي، من خلال بيئة رياضية تسمح له بتفجير امكانياته اكثر؟ اولا يعني سي فري انا صافي كما يقول لك الحلم تاع اي لاعب لما يطلع الفريق الاول يولي يحلم بالاحتراف، يخرج برا الجزائر يزيد يطور الامكانيات تاعو، يطور القدرات تاعو. مالغري كي كنت حاب نخرج ان بو بلوتو مي لا غالب مكتوب ربي، كانت اسباب اللي منعتني من هذا الشيء، ولكن الحمد لله زدت لعبت في الجزائر، زدت تعلمت، لعبت فريق يعني فريق نصر حسين داي
مدرسه كرويه وفريق عريق، ومن بعد مشيت مولوديه ثاني في الفريق اللي تعلمت فيه وكبرت فيه. الحمد لله الشهاده اللي يسمح لك يعني لما تخرج برا تخرج عندك يعني عندك الامور اللي تقدر تساعدك باش تألق في يعني في الدوريات الثانيه. نظن باللي اي لاعب جزائري يقدر يتأقلم يعني في اي بطوله برا. المشكل الواحد يعني يبقى العمل، و يعني جروند ديفيرونس بارابور لعندنا حنايا. طبعا سفيان بن دبكه، ايضا ما دام انك تابع اخبار بطوله كره القدم الجزائريه، تعليقك على الاداء الحالي بالنسبه لشباب الوزداد ومولوديه الجزائر في رابطه الابطال؟ يعني اولا نهني كل الفرق الجزائريه اللي تاهلت للدور المقبل سواء في رابطه الابطال ولا في كاس الكونفدراليه. نتمنى لهم ان شاء الله حد موفق، ان شاء الله يوفقهم في تمثيل الجزائر يعني احسن تمثيل. اول شيء نظن باللي يعني فريق شباب الوزداد وفاق الصيف يعني وحتى شباب القبائل في استمراريه من السنه اللي راحت وهما يعني في نتائج هذه. اما مولودية الجزائر نظن باللي فريق السنه هذه رانا نشوفوا فريق بوجه ثاني، رغم كل الامكانيات راهي حاضره باش هذه المئويه ان شاء الله تكون يعني هذه السنه ان شاء الله يكون موسم تتويجات ويكون موسم يعني حفله لهم ان شاء الله. نتمنى لهم كل يعني يكون خير. نظن بلي عندهم كل الامكانيات ان شاء الله باش هذه السنه تكون سنه مميزه وتختتم تتويجات واحتفال مئويه النادي ان شاء الله. طبعا ايضا سفيان بالنسبه لي نصر حسين داي، ما دام انك تعرف البيت جيدا، كيف تعلق على البدايه الصعبه للنادي؟ لا شوف والله فريق نصر حسين داي انا قلت لك يعني فريق اللي تقدر تلعب بالاواسط تقدر تطلعهم الاكابر يلعبوا نورمال ودير سيزون شابه. يعني المشكل عمرو ولا كان مشكل لاعبين نصر حسين داي، يعني قلتها من قبل ونزيد نعاودها الان. المشكل تاع فريق نصر حسين داي مشكل رجال، يعني ما كاش الرجال المناسبين في المكان المناسب، هذا هو المشكل فريق نصر حسين داي. نتمنى ان شاء الله لانه الفريق راه اسير يعني كل صراحه، الفريق راهم حاكمين وناس ما على بالهمش كاع، وين راهي صادبه لا ادروات لا اغوش والله ما على بالهم. عندهم يعني راهم هنا في الفريق عندهم اهداف ربي يسهل، ولكن الفريق راه اوطاج كما نقولوا حنايا. ان شاء الله نتمنى له كل خير، نتمنى له كل خير فريق يعني اللي عنده تاريخ. ما نقدرش نصر حسين داي يبقى فريق القلب اكيد ولكن الناس اللي راهي فيه انا بالنسبه لي ماشي هما الناس اللي يليقوا الفريق. طيب سفيان، ما دام انه لعبت للمنتخب الوطني الجزائري، كنا دائما نعتقد ونفكر وان سفيان بن دبكه لديه مكان في تركيبه المنتخب الوطني الجزائري، هل ما زال يطمح للعوده لتركيبه المنتخب؟ بون يعني تو دابور اي لاعب جزائري يطمح باش يكون في المنتخب الوطني، هذا يعني هذا حلم مشروع وحلم كل لاعب، يعني حلم كل لاعب طموح. انا من جهتي يعني عندي 28 سنه مازال يعني مازال عندي وقت. هاد السنة إن شاء الله الواحد راهو يخدم يشتغل، كاين مدرب اللي راهو يشوف وراهو يمد حق لكل لاعب اللي عنده الإمكانيات ويقدر يفيد المنتخب. احنا إن شاء الله يعني الواحد يقول لك أنا ندير خدمتي في التيران، ندير المجهود ديالي، وإن شاء الله يا خويا أنا ماذا بيا نكون في المنتخب. أي لاعب كما قلت لك أي لاعب يطمح يكون في المنتخب. أبري كاين يعني كاين شخص واحد هو اللي قرر، هو اللي يشوف اللاعبين المناسبين للمنتخب. وهذه يعني منتخب ان شاء الله يا خويا في الفتره الحاليه راه يعني افضل منتخب في نقدر نقول في افريقيا وحتى في العالم العربي. الاماكن ما راحش تكون سهله، اماكن غاليه كثير في المنتخب، يعني اللاعبين انا نشوفوا تقريبا في كل مناصب راهم يتالقوا. ان شاء الله الواحد بالشغل والاجتهاد ان شاء الله يوصل. طبعا شكرا لك سفيان بن دبكة لاعب نادي الفتح السعودي، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية، شكرا لك. طبعا زوار لاعبان تحدثا، يعني بالنسبة لأيوب من قطر أو سفيان بن دبكة من السعودية عن المنتخب الوطني الجزائري.
بكريم زواريا لا يفكر في المنتخب الوطني الجزائري؟ محمد خويا دوك واحد يكون صريح، منتخب الجزائري دوك راه كاين واحد التوليفه اللي بالك حتى الكوب دي موند الجايه اللي تكون عندي الاماكن محجوزه. ماشي الواحد ما لازم تكون صريح، ماشي هذيك باسكو كاع كنا نخمو بقلبنا وكاع نقولوا باللي نلعب في فريق الوطن، مي التوليفه اللي في فريق دوك عند الناخب الوطني جمال بن ماضي ظن التوليفه اللي راح تكمل بالك واحد ربع سنوات خمس سنوات من ال. ما فكرتش في مواسم 2016 حتى 2018؟ انا بالك في فريق اتحاد بالعباس انضمت للفريق الوطني باسكو فريق اتحاد بالعباس كنت نستاهلها وكنت في مام يزيد بكوتي يقول كنت طاير هذاك الوقت، كنت طاير في الارضيه طبعا. احنا بالعاميه نقولوا كنت طاير بصح في الفريق الوطني كان مام كانوا عندي صحابي تاني في بالعباس ذاك الوقت كنا نستاهلوا نلعبوا في الفريق الوطني وكلي كما نقولوا هذاك الوقت فات. كل واحد وكما نقولوا احنا ما ندموش عليها باسكو احنا كنا متمنين باش نمدوا الاضافه في الفريق الوطني وكاي حلم اي لاعب كما كان يقول سفيان ولا ايوب. دوك ان شاء الله بربي ان شاء الله اللي يكونوا مورانا اللي هم جايين كما احنا عندنا دوك فريق اتحاد العاصمه لاعبين موهوبين ان شاء الله ما يحرموهمش باش يلعبوا في فريق الوطن. عطينا بعض الاسماء الموهوبه الموجوده حاليا. نحب اللاعبين يهضروا على اللاعبين. لا كاين عندنا ما نحكيلكش اتحاد العاصمه ما كاين فرق اخرى انا نشوفو فيهم باسكو انا عايشين في الجزائر نشوفو انا ما نذكرلكش الاسماء باش ما نحرجش روحي ولا نحرجهم، مي ان شاء الله عندنا فريق تاعنا الاتحاد العاصمه ولا كيما نشوفو في الصيف ولا مولديه الجزائر شباب بلوزداد كاين لاعبين اللي ان شاء الله غادي يكونوا هما مستقبل الفريق الوطني ان شاء الله. ان شاء الله ولما لا طبعا ما دام انه الاتصالات اليوم كثيره وفريق الاعداد نشط جدا جدا أليس كذلك يزيد بالكوت؟ مباشرة عبر الهاتف ينضم إلينا المنسق العام الإعلامي لنادي سان داونز الجنوب إفريقيا الأستاذ خالد علي عبر الهاتف. مساء الخير أولا، ثانيا تعليقكم على قرعة رابطة الأبطال الإفريقية؟ أكيد أن الملتقى سيكون في الجزائر بإذن الله تعالى. إن شاء الله مساء النور على حضرتك وعلى كل الشعب الجزائري الشقيق، الشعب العاشق لكرة القدم والشعب المضياف بطبعه. طبعا مبدئيا انا كشخص انا سعيد ان القرعه هتودينا الجزائر تاني. احنا كنا السنه اللي فاتت بنلعب مع اتحاد العاصمه وشفنا حسن الاستقبال من الاخوه في الجزائر لفريق مامالودي سان داونز، كرم الضيافه بصراحه فرقه محترفه، كل الفرقه الجزائريه كعاده الجزائريين مضيافين ومحترفين وبصراحه ما خلوناش كنا محتاجين اي حاجه مع فريق مامالودي سان داونز. طبعا كان طارغول انا ذاك حاضرا، طارغول موجود معنا بالاستوديو الان. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. الحاجه الثانيه طبعا فريق شباب بلوزداد، اتكلم عن المنافسه القرويه، فريق بنقول عليه ثقيل كروي، فريق ما تقولش ان هو عائد. طبعا الفرقه الجزائريه ليها باع قوي، مرديه العاصمه، اتحاد العاصمه، هتكلم على فرق، هتكلم على شباب بلوزداد، هتكلم على شبيبه القبائل، هنتكلم على فرق كتيره وعريقه ليها باع في دوري الابطال الافريقي. المنافسه هتكون قويه، هتكون في الميدان، طبعا خارج الميدان في النهايه الرياضه بتجمع بين الشعوب وبتجمع بين الفرق ما بتفرقش. طبعا المجموعه اقوى مجموعه على مستوى دوري الابطال، انا مسميها مجموعه الموت، مجموعه سان داونز، تيبي مازيمبي، الهلال السوداني، شباب بلوزداد الجزائري. فرق قويه، فرق ليها باع افريقي. استاذ خالد علي، في فريقان عربيان وايضا فريقان غير عربيين، بالنسبه اليك يعني هذا التنافس العربي العربي او العربي غير العربي في النهايه هل يمكن ان يمر فريق عربي مقابل فريق اخر ام هذا التنافس في النهايه لن يؤثر؟ طبعا الدربيات العربيه حضرتك عارف ان هي مؤثره، بس السنه دي اعتقد علشان ما فيش الحضور الجماهيري ممكن تكون حدتها هتكون في الملعب. كانت دايما خارج ارض الميدان كان بيبقى في تاثير من الجماهير، انت عارف عامل من عوامل نجاح كره القدم الحضور الجماهيري.
دلوقتي علشان ربنا يحفظنا ويحفظكم الكوفيد الحاجات اللي حاصلة في العالم كله أكيد هتأثر. فدلوقتي اللي هيبقى موجود ذهنيا وبدنيا حاضر في المنافسات في أرض الميدان هو اللي هيبدأ أو هو اللي هيقدر يتأهل. الفرق دلوقتي يا أستاذي الفاضل ما بتعتمدش خلاص على السمعة، السمعة موجودة كفريق بس لازم الإعداد البدني، لازم الإعداد الفني، لازم الإعداد التحضير المتكامل. الفريق الجزائري هيسافر مسافات طويلة برضو، ده من عوامل نجاح كرة القدم. إزاي الإدارية أنت هتسافر لأقصى القارة وبعدين الغرب الكونغو وبعدين على السودان مسافات طويلة جدا، فدي برضو ليها تأثير. أنت دلوقتي مشكلة تانية لو أنت بتسافر عدد مثلا 25 لاعب، القانون الجديد دلوقتي في الاتحاد الإفريقي كان الأول عامل 48 ساعة البي سي آر تعمله قبل، لو أنت ممكن تعمله وتسافر 48 ساعة قبل تاريخ المباراة. دلوقتي فرض الاتحاد الإفريقي بقى فرض وإلزامي على كل الفرق الإفريقية، لازم تراجع الموضوع ده، إنه حتى لو أنت سافرت قبل المباراة ب 24 ساعة إجباري عليك تعمل تحليل في البلد المضيف. فانت ممكن حضرتك تطلع من بلدك معاك 25 لاعب تحليلهم سلبي، توصل البلد الثاني المستضيف تعمل تحليل ثاني قبل المباراه، يطلع عندك لعيب مفتاح لعب او اثنين لعيبه خارج المشاركه، يبقى انت كده خسرت لاعبين. طيب هترجع ازاي؟ لان بروتوكول الدوله اللي انت هتكون موجود فيها بيخص او بينص 10 ايام تكون عامل لنفسك حظر، اللي انت بعيد ممنوع الاختلاط. طيب انت فقدت اللاعب في المباراة دي وفقدته في المباراة اللي هتكون بعديها بعد 10 ايام، فقد اهله وزويه اللي هو مش قاعد معاهم في بلد غريب. طبعا احنا الافارقة كلنا اخوة بس احنا بنتكلم كرويا، البطولة السنة دي صعبة جدا جدا جدا، بطولة النفس الطويل. اكيد ان المنافسة ستكون قوية بالنسبة للاندية، والاكيد ان الجزائر ستستقبلكم كالعادة هنا ب أرضي الشهداء بخير. أستاذ خالد علي المنسق الإعلامي لنادي سان داونز الجنوب إفريقي، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف، نلتقي في المواعيد القادمة بإذن الله تعالى. طبعا يزيد بالكوت وبلال في انتظار تجهيز تصريح نبيل الكوكي مدرب وفاق سطيف عن كاسية الكونفدرالية الإفريقية عن القرعة، ومدام أنه حاضر فنستمع. هو اسم معروف في افريقيا، كنت لعبت له حتى الموسم اللي فات انا مع الهلال السوداني، دونك فريق على ارضيه ميدان ومعناه عنده جمهور كبير، عنده لاعبين كيف كيف ممتازين الغنيين، تعرف معناه سي لاتوش تكنيك، دونك عندنا فكره وعندي زملاء زاد باش يبعثونا حاجات، دونك ان شاء الله اون دو بريباري، معناها نمشيو المقابله اللي باش تكون خارج ارض الوطن، هذيك بالنسبه لي انا مقابله الكاليفيكاسيون. طبعا نبيل الكوكي صاحب المشروع الرياضي الممتد عبر 23 مباراة لحدها الساعة، والذي نمتد أو نتمنى أن يمتد أكثر وأكثر، واقعي في كلامه. في انتظار أيضا التواصل مع رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف عبد الحكيم سرار طارق غول. الأمر واضح، المنافسة قوية جدا اليوم، لا مجال للخطأ على كل المستويات بالنسبة لهذه المنافسة. وشي يعني المنسق الإعلامي اللي ذكرها الآن ذكر بالنسبة للتنقلات، تكلمنا احنا البي سي ار يعني هذه معلومه انا ولا كنت نعرفها، انه اللاعب لما يكون عنده يعني البي سي ار ايجابي مرغوم عليه انه يقعد في المكان اللي راه متواجد فيه، يعني ما حش يرجع لبلده وما يلعبش المباراه اللي بعدها. يعني هذه الاشياء هذه كلها، حتى موضوع البي سي ار قيل فيه ما قيل بالنسبه لمباراه صفاقسي، يعني اللاعب حداد تعرض تقريبا خليني اقول لك لمقلب كبير. شوف يا محمد، انا كنت منتظر يعني حادثه مثل هذه، والله كنت ننتظرها انا بالنسبه لمباراه مولدية الجزائر، كنت ننتظر انه راح تكون فيه البي سي ار، يعني فيه راح يكون فيه يكون خل ويكون اضافه تاع لاعب اللي لعب مباراه الاولى من احسن كان من احسن لاعبين. انا كنت نقول انه يا هل ترى يكون عدادي ولا يكون لاعب حداد، وطاحت في اللاعب حداد. يعني هي اختيار قلب الدفاع لانه هذه هي قلب الدفاع باش الفريق الصفاقسي يسجل اهداف. الحمد لله مرت، ولكن كتجربه لكل الفرق الجزائريه في مشوارها او في المباريات المتبقيه. طبعا في انتظار الاتصال بعبد الحكيم سرار رئيس مجلس اداره وفاق سطيف، الوفاق سطيفي اليوم مر الى السرعه
الخامسة في ديربي الهضاب الذي كان منقولا على المباشر فاز بخماسية. قبل تجهيز الصور، رأيك في لاعب اسمه عمورة، شاب صغير اليوم عادل رقم هداف البطولة لحد ساعة قدر بالجنة 5 أهداف. تشوف اللاعب عمورة اللي راح كما نقوله اللاعب صاعد، وراح من مباراة المباراة يأكد بال أحقيته أولا بتقمص ألوان فريق وفاق صيف وفي البطولة الوطنية. إن شاء الله يكمل على هذا المنوال باش يكون إن شاء الله كما نقولوا عبر اللاعبين اللي هم في اللاج تاعه، باش يكون عندهم حافز كبير باش يندمجوا مع الفريق الأول وبدون نقص، وكما راه اللاعب هذا الشاب عمار. طبعا قبل مشاهدة الصور يلتحق بنا محلل التلفزيون سابقا أيضا واحد من أعمدة كرة القدم الجزائرية عبد الحكيم سرارة، الذي عاد إلى البيت الذي يعرفه جيدا رئيسا لمجلس الإدارة. ألف مبروك أولا عبد الحكيم سرار، ثانيا الوفاق في منحة تصاعدي، ثالثا تعليقك على قرعة رابطة الأبطال الإفريقية وأيضا كأس الكونفدرالية بالنسبة للوفاق. شكرا جزيلا. السلام عليكم أخ محمد وكل الضيوف وكل مشاهدي الكرام. نهنئ مدربنا وفريقنا وأنصارنا بهذه البداية الموفقة. لا نتكلم على مباراة أهلي ضد باراريس، بس نتكلم على 7 مباريات. الفريق قام بانطلاقة ربما أكثر من 10 سنوات وربما أكثر لم ننطلق هذه الانطلاقة. أود أن هذه النتائج في الدوري المحلي تجعل من اللاعبين والطاقم الفني أكثر قوة في المنافسة القارية. نتمنى أن نبقى دائما نسير بخطى ثابتة وبتواضع، نحترم جميع المنافسين. فيما يخص سؤالك الثاني فيما يخص أشانتي كوتوكو، نعم. كأس الكاف ربما في خزائن نادي فقسيس لا ينقص إلا اللقب. نتمنى إن شاء الله أن تتضافر الجهود من أجل البعيد والذهاب إلى أبعد ممكن في هذه المنافسة، ولما لا الوصول إلى الهدف الذي انتظره كل أنصار الفقسيس، كل متتبعي الفرق، رغم أن المعمورية ليست بالسهلة. كل الفرق الجزائرية التي تدخل إلى دوري المجموعات ستجد نوعا ما صعوبات في شهر 4 وإن يكون شهر رمضان الكريم، والسفريات إلى إفريقيا رايح تثقل عبء الأندية في الجانب المادي ومن الجانب الاسترجاع. مع هذا نبقى متفائلين ونبقى يعني طموحين، ونحن كفريق وكمدينة اسمنا الوفاق، فما علينا إلا احترام هذا الاسم وهذه الألوان، ونجعل كل محبي ومقربين من وفاق سيف دائما سعداء بالأداء، نقول بكل تواضع المميز في هذه الانطلاقة. نعم طبعا عبد الحكيم سرار، ولو أنه مهمتكم حاليا ومشروعكم واضح هو إعادة بناء الفريق، هيكلة الفريق بالشكل الذي يليق بفريق بحجم وفاق سطيف، لكن آخر الأخبار مولودية الجزائر طلبت من الفاف تقديم بعض الإجازات للأندية المشاركة إفريقيا، هل الأمر سيكون نفس الشيء بالنسبة لوفاق سطيف أم أن التعداد الحالي يكفي ويفي؟ بدون شك نحن تناقشنا في الموضوع في مجلس الإدارة ومع كل الإخوة والمدير العام والسيد كمال لافي، تناقشنا أمس ونحن بصدد تقديم نفس الطلب. تمنينا لو أن الإخوة في مولودية العاصمة وخاصة الأخ الماس كان فيه تناسق، وكنا 4 الفرق تطلب نقدم طلب مع بعض يعني، وين نطالب فيه تقديم ديروغاسيون كيما يقولوا للميركاتو الشتوي، يعني تجعلنا تسمح لنا بانتداب اللاعبين. نحن في اللحظة هذه لم يطلب المدرب نبيل الكوكي لحد الساعة، لم يطلب تدعيمات، لأن بكل صراحة لدينا خزان من اللاعبين في الفئات الدنيا. مع هذا كأس إفريقيا تتطلب نوعا ما لاعب أو لاعبين ذو خبرة ليسمح للشباب هذو باش يصلوا إلى أبعد ممكن.
طبعا اللعب في اي خط سيكون اذا حدث ذلك؟ ذلك طلبات نبيل كوكي حتى في بداية الموسم كان يقول دائما وسط، واحد في وسط الميدان واحد في الهجوم ولعب في المحور الدفاع، يعني كل توازن كلما العمود الفقري للفريق. طبعا عبد الحكيم صرار، نتمنى أن نلقاك قريبا هنا في استديوهات التلفزيونية الجزائري لعودة ليالي جميلة بالنسبة لبرامج الرياضة في التلفزيون الجزائري. طارق يحييك بالمناسبة، عبد الكريم زواري أيضا ما دام أنك تعرف الرجلين جيدا، نتمنى كل التوفيق بالنسبة لي الفريق. رسالتك بالنسبة لأنصار الوفاق الصيفي حاليا؟ لا أقسمهم التحية خاصة عبد الكريم أو طارق، مع هذا رسالتي إلى أنصار الوفاق الصيف، يبقى الالتفاف حول النادي، لازم الوقوف دائما ونترفع على، يعني والله العظيم أصبحت موقع المواقع في التواصل الاجتماعي تجعلنا عندنا بعض السخرية بالنادي، لأن نحن بشر نخطئ ونصيب في تصريحاتنا في بعض الأحيان، نحن نود أن نقدم الإضافة، نود أن نتطور، على الأسر أن يتابعوا طريقتنا. والسلام عليكم، إن شاء الله نتلقوا فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا لك عبد الحكيم صرار، رئيس مجلس إدارة فريق وفاق صيف، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة. طارق نتمنى، لما لا، مدام أن الأهلي المصري الخطيب وأسماء كبيرة في النادي الأهلي المصري، لما لا تكون كل أنديتنا على مستوى مجلس إدارة لاعبين قدماء لديهم الباع الكبير في التسيير من الجانب الفني وحتى الإداري؟ طبيعة الحال، يعني شفنا أنت ذكرت بالنسبة للنادي الأهلي، لكن في عدة حتى نادي الزمالك، يعني في عدة رجاء نفس الشيء، سواء تلقاهم في الجانب الإداري أو الجانب الفني أو التقني. احنا في بعض الأحيان حتى وتكون الكفاءة سواء مدرب أو مسؤول، النتائج هي اللي أكثر، يعني عندها باع أكثر بالنسبة هنا في الكرة القدم الجزائرية، أنه حتى وتكون عندك الخبرة، حتى وتكون عندك استراتيجية، حتى وتكون عندك نظرة، ولكن لما ما تتبعكش النتائج مباشرة يتم حذف الأشخاص مثل ذو كفاءة. ولهذا احنا من هذا المنبر نتمنى انه تكون، يعني تكون نظره او تكون عقلانيه بالنسبه لبعض المناصرين في تصرفاتهم. او تكلم سي سرار، تكلم خاصه بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي اللي ولات عندها يعني كانه فرصه انها تنتقم من الاشخاص. نعم، صارت سلبيه اكثر من ايجابيتها. ولو انه في قانون، يعني حتى على مستوى الدوله الجزائريه في قانون لتجريم ما يقوم به البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي، وما دام اننا نعمل ونخطئ مباشره الى السودان الشقيق. ومعنا عبر الهاتف ايضا الاعلامي السوداني العربي سامر عمرابي. مساء الخير، كيف الاهل والخلان في السودان الشقيق، وتعليقك على القرعه، قرعة دوري المجموعات بالنسبة لرابطة الأبطال الإفريقية ووجود الهلال السوداني في مجموعة واحدة مع شباب الوزداد الجزائري؟ مرحبا بكم ومرحبا بكل الضيوف الأعزاء ومرحبا بالشعب الجزائري الشقيق. بالتأكيد هي سانحة جميلة لي أن أطل عبر فضائية الجزائرية. تعرفون تماما كيف نقدركم، كيف نحترمكم، كيف هي العلاقات الجميلة بين الشعبين السوداني والجزائري، وأيضا العلاقات الرياضية في دائم المواعيد ودائم التواصل بين الأندية السودانية والأندية الجزائرية. دائما المباريات تلعب في أجواء جميلة وأجواء أشقاء وأجواء حماسية أيضا. بالتأكيد يعني هناك سعادة في الشارع الرياضي السوداني أن الهلال في مجموعة تضم فريق جزائري، لأن المواجهات دائما كما قلت بين الأندية السودانية والجزائرية برغم التنافس والحماس والإثارة، ولكنها تكون في أجواء ودية وفي أجواء أشقاء، ودائما الأندية السودانية تجد ترحاب كبير كما هي الأندية الجزائرية في السودان، وهذا نابع من العلاقات الطيبة والراسخة بين الشعبين وبين الدولتين. على الصعيد الرياضي بالتأكيد المجموعة قوية بالنسبة للهلال السوداني، كل الأندية تقريبا مستويات متقاربة،
في هذه المجموعة أندية قوية. بالتأكيد بطولة مثل رابطة الأبطال لابد أن يكون دور المجموعات هو للأقوياء، يعني هذا أمر مفروغ منه. من الصعب أن تجد فريق ضعيف أو متواضع يتأهل إلى هذه المرحلة، وأيضا أي فريق يتأهل إلى هذه المرحلة لا يتوقع أن يكون في مجموعة ضعيفة. بالتأكيد هذا الأمر يخلق أجواء كبيرة من التنافس، من الاستعدادات الجيدة بين الفرق لهذه المجموعة المهمة. بالتأكيد الهلال من قبل واجه مازيمبي الكونغولي صولات وجولات مع مازيمبي الكونغولي، لاعبو الهلال يعرفون مازيمبي جيدا، يعرفون ملعب مازيمبي جيدا، يعرفون كيف الأجواء هناك. لن تكون هل يعرفون شباب بلوزداد جيدا؟ بالتأكيد يعرفون الكرة الجزائرية جيدا. الآن اللاعب محمد عبد الرحمن كان في الدوري الجزائري والآن هو في صفوف نادي الهلال. أيضا الهلال سبق وأن التقى بأندية جزائرية كثيرة على يعني في المستوى الأخير أو في السنوات الأخيرة. الهلال قابل اتحاد العاصمة الجزائري ووصل معه لنصف النهائي في مواجهة 2017 في رابطة الأبطال. بالتأكيد يعرفون الكرة الجزائرية جيدا، والأجواء في الجزائر كما قلت لك هي حماسية ومثيرة، ولكن تكون دائما المباريات في يعني أيضا أجواء ودية، ويكون هناك ارتياح نفسي كبير للاستقبال للتواجد أيضا تواجد السفارة السودانية، التعامل بين الأشقاء. هذه الأمور بالتأكيد تكون في صالح الناديين سواء شباب بلوزداد في الخرطوم أو الهلال في الجزائر. المهم نحن نريد أن نراك سمو سامر، نحن نريد أن نراك قريبا هنا بالجزائر، لما لا؟ ربما رسالتك لأنصار الناديين في ظل كورونا، في ظل الحياة التي نحياها حاليا، ولو أنها صارت قدرا إلى حين. بالتأكيد كورونا يعني قللت كثيرا من متعة كرة القدم، يعني حرمان أي فريق من تواجد أنصاره على المدرجات هو أقصى شيء في كرة القدم. الهلال في ملعبه في أم درمان يعني يعتمد بشكل كبير على تواجد أنصاره، يخلقون أجواء كبيرة وأجواء حماسية ومتلون دافعا كبيرا للاعبين. طبعا هناك ملعب الهلال يسمى بالمقبرة، أنتم تعرفون ذلك. الجماهير تتولى مهمة كبيرة في داخل الملعب، سيفتقد الهلال هذا الأمر. نتمنى إلى هذه المواعيد في شهر مارس أو شهر أبريل تعود الجماهير ولو بنسبة إلى الملاعب حتى تطفي القوة والإثارة. أتمنى أيضا أن تكون جماهير الهلال وجماهير شباب بلوزداد هي مناصرة لفرقها بالدعوات أو بالتواجد في التدريبات. أو لدينا تقليد الآن في السودان بعض الجماهير تتواجد في خارج الملاعب أثناء المباريات، يشجعون من الخارج ويهتفون. مباراة المنتخب السوداني وغانا الأخيرة كانت هناك أعداد كبيرة من الجماهير متواجدة في خارج الملعب تشجع. طبعا سامر عمرابي شكرا لك، كنت معنا على المباشر عبر الهاتف من السودان، شكرا لك ألف شكر، وليلة سعيدة بإذن الله تعالى. عبد الكريم سواري، بطولة الجزائرية لحد الساعة من ترشح فيها لحد الساعة؟ مدام أنه فريق اتحاد الجزائر يمر بمرحلة انتقالية، شفنا تقريبا حديث عن 4 إلى 5 فرق لحد الآن، بالنسبة لك الأندية التي كشرت عن أنيابها أو قالت أنها ستكون بخير هذا الموسم؟ قبل من نجيب لك أن أجيب عن السؤال تاعك، تفكر السودان ما تفكر السودان هم مونا عاد في الجولة السابعة، مازال بطولة طويلة، ما فيش بوادر يعني العام يبان من الخريف. الصيف العام اللي فات في لالي كانوا الاخرين فعلا، ومن بعد في الريتور كون كملوا الشامبيونة بل كيدوها. واقعي جدا طارق، واقعي جدا عبد الكريم في اجاباته. مازال كما نقولوا ما احنا عندنا لا شونس تاعنا كما لي شونس اللي راهم تاع الفريق اللي راهم في المقدمة. اتحاد الجزائر سيلعب على الادوار الاولى في الإدارة واش وفرت لنا واللاعبين اللي عندنا، وإن شاء الله بالإنسجام راح يشوفوا واش آخر الاتحاد العاصم. هذا تحدي ترفعوه كلاعبين بالنسبة لي الاتحاد؟ تحدي وحقيقة. حتى عبد الكريم زواري اليوم صار من أعمدة النادي إن شاء الله، حتى عليك عن كودري يعني أعمدة بالنسبة لي تصير المجموعة الشابة الأخرى ان شاء الله. دوك سواء انا سواء حمزه سواء من زمام واش نظن بالك رانا احنا بلياجي في الفريق، وان شاء الله احنا نعاونوا الشبان اللي هم معنا والجيسكان ميتنا ان شاء الله هما يخدموا راهم كما نقولوا دايرين الهدف تاع يردوا الفريق للسكه
السكه الحديديه ان شاء الله تاع باش يولوا الانتصارات ان شاء الله. ربي يوفقنا ووفق الاداره باش نكملوا كما نقولوا المشوار هذا، ومازالنا عندنا رانا في بدايه المشوار. ان شاء الله فريق اتحاد العاصمه يعاود يولي كما كان، وان شاء الله باذن الله بالتوليفه اللي عندنا ان شاء الله احنا مامنين بقدرات تاعنا باش نكونوا نلعبوا الادوار الاولى ان شاء الله. ان شاء الله ولما لا. طبعا ما دام ان الاتصالات غزيره اليوم معنا من القاهره ايضا الناقد الرياضي المعروف محمود معروف. مساء الخير، مساء الخير للاشقاء بمصر. تعليقكم بالنسبه لمباراه او ثنائيه نادي الزمالك المصري ومولوديه الجزائر لحساب المجموعه الرابعه من رابطه الابطال الافريقيه؟ اهلا، مساء الخير وكل سنه وانتم طيبين، واهلا بك واهلا بشعب الجزائر الحبيب الغالي علينا. طبعا هو الاهلي وقع في المجموعه الاولى والزمالك وقع في المجموعه الرابعه، واعتقد المجموعه الثالثه والرابعه هم الاصعب في بين الاربع مجموعات. طبعا الزمالك معه الترجي ومعه مولوديه الجزائر ومعه تونجيت اللي هو السنغالي. دايما مباريات شمال افريقيا، فرق شمال افريقيا سواء المنتخبات او الانديه بيبقى فيها حساسيه كبيره جدا يعني. واحنا عارفين طبعا السنه الماضيه دي الزمالك واجه الترجي مرتين، مره في دور الثمانيه للبطوله الافريقيه وكسب 3-1، ولعب مباراه السوبر الافريقي مع الترجي في الدوحه والزمالك كسب 3-1. وطبعا يعني الترجي دي من الفرق القويه جدا، وبرضه مولوديه الجزائر من الفرق القويه. فبتصور ان يعني طبعا الزمالك السنه دي شفنا احنا وصل المباراه النهائيه للسوبر الافريقي النهائي بطوله الانديه الافريقيه، وكان مع النادي الاهلي، ولاول مره طبعا في تاريخ البطوله الافريقيه فريقين من دوله واحده وصلوا للنهائي. وكانت المباراه النهائي مباراه واحده فقط فاصله، وحتى بشهاده جماهير الاهلي انفسهم الزمالك كان متفوق بنسبه مثلا 60-50% وضاعت منه فرص كثيره جدا، والاهلي كسب البطوله وراح كاس العالم. لا شك طبعا الزمالك هيسعى السنه دي ان شاء الله انه يقدم نفس العروض القويه اللي قدمها السنه اللي فاتت. و يعني طبعا الترجي هيبقى عنده عامل استعداد تام، لان مباراتين كان في فتره وجيزه الزمالك غلب الترجي مرتين، لكن مولوديه الجزائر الزمالك قبل كده لاعب مولوديه وهران، المره دي هيلاعب مولوديه الجزائر، فمش عارف يعني بذكريات يعني زمان. نعم بذكريات زمان بالنسبه لمولوديه وهران. بذكريات طبعا، بذكريات زمان طبعا. الجزائر الانديه الجزائريه زي الشعب الجزائري له معزه كبيره جدا عندنا احنا كمصريين، وبتمنى يعني من هذه المجموعه بتمنى ان يصعد الزمالك مثلا والمولوديه الجزائر طبعا، ونحن نتمنى مولوديه الجزائر والزمالك يا رب ان شاء الله يكون هم الاثنين في دور الثمانيه، وبعد كده كل واحد يروح في طريق تاني يعني. فالفرقتين كويسين جدا، والمولودية انا شايف مستوى المولودية السنه دي افضل. طبعا الاستاذ محمود معروف، ونحن نتمنى ايضا ان تكون بيننا بالجزائر باذن الله تعالى في اقرب وقت، لما لا. رسالتك لانصار الناديين ولو ان المجموعه ستكون صعبه بتواجد ثلاث انديه عربيه امام فريق سنغالي، نتمنى ان تكون في النهايه التأهل للأندية العربية فقط، رسالتك لأنصار أو للشعبين الشقيقين في زمن كورونا؟ إن شاء الله تكون يعني كل انتصار طبعا للفرق العربية، ويكون يعني احنا كمصريين طبعا عايزين الزمالك، وبرضه بيسعدنا أول لو يبقى معاه مولودية الجزائر إن شاء الله، وهتبقى منافسة قوية جدا جدا فعلا فعلا لو صعد الفريقين من إلى دور الثمانية. وطبعا الاهلي حامل اللقب هيوصل مؤكد، طبعا هيوصل لان هيبقى جاي من كاس العالم على طول يعني، لان الادوار الاولى هتبدا من يوم 12 و13 فبراير عقب عوده الاهلي من بطوله كاس العالم. فالاهلي من المجموعه الاولى مؤكد هيصعد، اعتقد الوداد برضو من المجموعه الثانيه هيصعد،
فيبقى ان شاء الله يبقى الدور قبل النهائي اربع فرق عربيه باذن الله ان شاء الله. طبعا هو ما نتمناه. شكرا لك استاذ محمود معروف، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره، تحيتنا لكل الاشقاء. طارق، ترشيحات واضحه؟ والله على حسب المجموعات المتواجده نظن هذوهم الفرق منطقيه جدا، الوداد لانه الفرق اللي متواجده معها ما راهمش الفرق يعني اللي راهي كلها راهي في المجموعه با والمجموعه د. محمود معروف بواقعيته وانتقاداته، لما ذكرت الاسم ما عرفتش شكون، لكن لما شفت الصوره عرفت، لانه متتبعين القنوات المصريه شفت انه هذا الانتقادات تاعو يعني مباشره. نعم. والواضح منه انه زملكاوي، واضح انه زملكاوي ويريد نهائي مع الاهلي. طبعا نمر مباشره الى صور البطوله. مثل ما قلنا الوفاق سطيفيه اليوم ضرب بالخماسيه كامله في دربي الهتاف في انتظار الصور. طارق، الوفاق يضيف الفوز السادس على التوالي ويصل الى 19 هدف، واضح انه الفرق كان واضح وكانه الاهلي البرايجي لم يكن حاضرا اليوم. لا، هو صحيح انه ما كانش حاضر منذ بدايه منذ انطلاقه المباراه، ولكن الشيء يعني اللي نوعا ما اللي حيرني انه اللعب نوعا ما اللي فتح لعب فريق اهلي البرج. ولما تلعب امام وفاق سطيف حتى وتلعب داخل ميدانك، يعني داخل ارضيه ميدانك، لازم تلعب بطريقه، لانه عنده لاعبين يمتازون بالسرعه. لما تضيع الكره الفريق وفاق سطيف يرجع مباشره يدافع بكتله، يعني لاعبين اكثر لاعبين على الاقل 8 لاعبين يرجعوا يدافعوا، يعني كل هذه الاشياء ما تاخذش بعين الاعتبار. والشيء الملاحظ هو الجانب البدني اللي ما كانش في المستوى في مباريات مثل هذه. بطبيعه الحال وفاق سطيف بالشبان اللي يمتلكهم، انا نظن هذا هو الفارق بالنسبه لوفاق سطيف هذا الموسم وبالتغييرات، لانه لما تشوف فريق يسجل في الدقيقه 16 ويسجل في الدقائق الاخيره من المباراه، هذا مبين انه الجانب البدني لوفاق سطيف راهو في احسن الاحوال. طبعا زواري، ما دام ان لعبتوا اول مباراه كانت امام وفاق سطيف بملعب بولوغين، النتيجه كانت بالنسبه للوفاق، لما تلعب امام الوفاق تحس انك تلعب امام فريق منظم ويعرف ماذا يريد ويعرف متى ينبغي ان يسجل. نجم نلخص لك بالك القوه تاع وفاق سطيف حاليا هي الاستقرار، كيكون الاستقرار من جانب الطاقم الفني ومام الاداري حتى اللاعبين ما شوفوا ما تبدلوش بزاف، بالك داروا 3 جوار ولا هما من الجوال اللي يلعبوا تاع العام اللي فات. نظن هذه هي نتائج الاستقرار وصحتهم. الاستقرار هذا ما كانش موجود مع تشيكوليني في البدايه؟ احنا الاستقرار باسكو احنا العام اللي فات كملنا مع زغدو. نعم. حنا جا اداره جديده، عاود جا مدير رياضي، جا مدرب جديد، برسك كل شيء جديد. حتى اللاعبين برسك تبدلوا. فعلا. هذه لازم في فريق محترف باش تبدل 10 لاعبين والاداره ولا لازم لك وقت باش تعاود تولي الطريق الصحيح. نعم. ان شاء الله. عموره دخل احتياطيا سجل، دخل 10 دقائق سجل، دخل مباراة كاملة. سجل، يعني فرض ان نتحدث عنه ولو انه دائما اصر على ضرورة حماية لاعب مثل هذا لأنه موهبة بالنسبة لكرة القدم الجزائرية. ولكن لو نشوفوا كيفاش التعامل معه المدرب كوكي، يدخل دقيقتين، 5 دقائق، ربع ساعة، 20 دقيقة، الآن أصبح يلعب مباراة كلها. وهذا الشيء هذا هو اللي خلى الثقة اللي وضعها المدرب الكوكي في اللاعب عمورة هي اللي راهي تخليه الآن حتى يدخل كأساسي يقدم لك نفس المردود. أنا نظن بهذا الشيء. ثانيا الشيء الملاحظ أنه عمورة راه محاط يعني بطاقم يعطي له الفرصه والكلام معه، لانه تحس هذا اللاعب راه في اريحيه من الجانب السيكولوجي، الشيء اللي يديره ينجح فيه، وهذا مهم بالنسبه ليه في المشوار وبالنسبه لوفاق سطيف. ولكن فيه مام لاعبين اخرين، لاحظنا انه لاعب اخر لاعب فلاحي شاب عنده 19 سنه، هذا ما يبين انه طريقه تفكير المدرب الكوكي راهي بالنسبه لمشوار وفاق سطيف او نتائج وفاق سطيف، في نفس الوقت دائما يشوف كما نقولوا احنا بالعاميه يشوف موراه فريق الرديف، يعني هاد القوه هؤلاء هذا الشيء ما نظنش انه حتى المدرسه ما نظنش انه وفاق سطيف معروف كل فرق معروفة. لا ولكن معروفه، ولكن ما كانش تندر من قبل كانت عده لاعبين كانوا في وفاق سطيف فريق الرديف. وعاصم عطاني احصائيه مهمه جدا، 188 دقيقه بالنسبه لعموره، 5 أهداف والتمريره حاسمه، يعني راهو في نقدر نقولوا من بين احسن الشبان الى حد الان. ولكن كما قلت انت
ما نديروش الضغط، حافظوا على كلمة شبان، حافظوا على كلمة شبان، ونحافظوا على هذا اللاعب، هذا اللاعب على هذا اللاعب وعلى اللاعبين الذين يشبهونه بدون تهور، بدون ديماغوجية، بدون شعبوية. لا نمتلك العديد من هذا، من هؤلاء اللاعبين، من هذه الطينة، يجب أن نحافظ عليها بطبيعة الحال. لازم نحافظوا عليها طبعا. ولازم حتى هو تكون عنده في ذهنياته أنه العمل هو اللي وصل اللاعب. نحافظوا عليها، نروحوا عند الدكتور بشار. كيفاش لازم نحافظوا على هذا اللاعبين؟ أولا تسيير المجال الرياضي، ثانيا من الإصابات ومن المخالفات ومن أخطاء التحكيم ومن كل هذا. الشيء الاساسي اللي لازم نركز عليه مع اللاعب عمره هو مشوار الرياضي، انه يقعد توجور يعمل، توجور يركز على المستقبل تاعو الرياضي. وانا متاكد باللي كما قال السيغول، والشيء الايجابي ان اداره وفاق الصيف راهي موفرت له كل الوسائل والنصائح، لان الخبره اللي تمكنها اداره الوفاق الصيفي راح تعطي له الفرصه باش يكون عنده مجال مستقبل زاهر اكثر من ما هو عليه. اللاعب عمره عنده 20 سنه، وهذا الشيء يعني عنده مستقبل بالنسبه عليها أكثر من تصاعدي. طبعا يزيد بالكو، تعطينا الحالة التحكيمية اللي موجودة في هذه المباراة، ولما أعتقد أنها كانت واضحة، واضحة جدا انتظار تحضيرها. زواري عبد الكريم، تحكيميا مع بشاري، دائما تقريبا كل اللاعبين الذين مروا على البلاطو عندهم قصص مع بشاري، هل من قصة؟ عندي غير الخير معه، عندي غير الخير معه. حكمك في مباراة؟ حكمني من نرفيت، بصراحة أقول بصراحة، يحكمك من نرفيت ولا يضحك؟ من عرفت ولي ضحك. وش هي الوصفة؟ الوصفة عنده شخص هو الوصفة عنده ضحكة. طبعاً وش هي الوصفة؟ هي كانت مبنية كلش على الاحترام. أنا اللاعب الجزائري فهمت البسيكولوجية تاعو، لازم لابروش مع اللاعب الجزائري ما تكونش أعطينا أعطينا بسيكولوجية زوار. كان لاعب مميز، أنا شفته في واحد الفريق كان يعني خلاص. لا لا لا، مازال المستقبل راه قدامه. تلاقيت معه في فريق، قلت له واش راك دير الإمكانيات اللي عندك؟ إمكانيات قوية جدا، واش راك دير في هذاك الفريق؟ هي كان عنده مشكل، ومن بعدك غير الفريق، ومن بعدك شفته في اتحاد العاصمة. يزيد بك وتغير خلفية الصورة، يعني صور جاهزة، تفضل. في المقابلة هذه يعني كنت حاضر في الميدان، كلام شكر لمدينة برج بوريج للتنظيم لمصالح الأمن، شيء إيجابي. هناك حالتين تحكيميتين في هذه المقابلة، ضربتين جزاء لصالح الوفاق الصيفي. هذه ضربة الجزاء الأولى راح نلاحظوا هناك عرقلة واضحة من مدافع وفاق، من مدافع أهل البرج، أهلي برج بوريج، الحكم بكوسا لهذا المقابلة بامتياز، ضربة جزاء صحيحة لصالح الوفاق الصيفي ودون إعطاء البطاقة الصفراء، شيء إيجابي جدا في هذا التعامل تاعو. التمركز تاعو كان نلاحظه من بعيد كان جيد. هناك ضربة جزاء ثانية لصالح الوفاق الصيفي، نفس الشيء، هناك إهمال من مدافع الأهلي البرايجي وصفر الحكم في المقابلة، ما فيش أول شيء. عندك الصورة طبعا، جاء الثانية دوك تشوفوا، وهناك عرقلة واضحة من مدافع البرايجي، ضربة جزاء صحيحة لصالح وفاق الصيف. الأمور جازت في ظروف جيدة جدا من ناحية التحكيمية ومن ناحية التنظيمية. طبعا هذه بالنسبة للحالة التحكيمية في هذه المباراة. أيضا سريع غليزان استقبل اليوم في مباراة كانت على المباشر أيضا اتحاد بالسكرة، اتحاد بالسكرة أول خسارة لحد الساعة، ونادي سريع غليزان ثاني فوز، يعني فوز داخل أراضيه، أول فوز على أرضية ملعب زبار. أول فوز، ولكن خاصة يعني ما شفناش بالنسبة لسريع غليزان أكثر منها أخطاء دفاعية اللي كانت موجودة في المباريات الماضية. المرة هذه ما شفناش أخطاء دفاعية، يعني كأنه استخلص العبر أو الأخطاء اللي كان يقوم بها في المباريات. الآن شفنا أنه لاعب أو اللاعبين دفاعيا كانوا في يعني في مراكزهم، هجوميا على الأقل سجل في الشوط الأول، يعني يعطيك فرصة أنك تسيل المباراة. من جهة أخرى اتحاد بسكرة ما شفناش كعادته، يعني فريق كأنه غامر، حسيت أنه الفريق غامر بفتح اللعب، عطى فرصة أكثر للفريق سريع غليزان أنه هو يفرض طريقته. يعني هنا صبحت يعني حدث العكس مقارنة بمباريات سريع غليزان. سريع غليزان، وهذا الشيء هذا أعطى فرصة أنه سريع غليزان لما سجل صبح هو اللي سير المباراة. حتى الدقائق الأخيرة شفنا أنه يعني مركز كل نواحي، سواء بدنيا او حتى تقنيا، حتى تمركز اللاعبين كان في المستوى. ونتمنى انه هذه المباراه هذه اعطات، لانه على ما اظن اول خساره بالنسبه لاتحاد بسكرة، يعني اشياء انا نظن
نتمنى اول خساره بالنسبه لاتحاد بسكره، لكن الفريق عنده تعادلات بالجمله يعني. عنده تعادل، لا عنده تعادلات، ولكن خويا محمد فرق مثل هاديه ما تحوش باش يعني كل مباراه لازم تفوز. نعم. سواء داخل ديارها خارج ديارها، لانه هذا راح يصبح ضغط سلبي. اتحاد بسكره عنده خمس تعادلات، خمس فوز واحد وهزيمه واحد. هذا الشيء، هذا فرق مثل هذه على الاقل تفوز في ميدانها وتحاول انها تجيب نقاط خارج الديار، ولكن لما تخسر خارج ديارك ولما تلعب في على ملعبك وتضيع نقاط، هنا يصبح المشكل وهنا يصبح الضغط بالنسبه للفريق. طبعا فريق اخر بالنسبه لي فريق اولمبي انديه في انتظار تجهيز الصوره، هذه كانت لقطه الهدف بالنسبه لفريق سريع غليزان. في النهايه مدرب سريع سيعمل باريحيه اكثر حاليا، هذا هو يعني لما تفوز في مباريات مثل هذه تعطي لك انك على الاقل اسبوع تشتغل يعني باريحيه اكثر. طبعا فريق اولمبي انديه اضاف الفوز الثالث بالنسبه له عندما استقبل وداد تلمسان المتعب في ثالث خساره. نتابع التغطيه لسيد احمد بورايو قراءه وليد فرح. منتشيا بنتائجه الايجابيه وانتصاراته المتتاليه، استقبل اولمبي المديه على ارضه وداد تلمسان الساعي هو الاخر الى تحقيق الفوز الاول في البطوله. الفريق الزائر حاول مباغته المضيف منذ البدايه، لكن الاولمبي سرعان ما عاد للسيطره على الوضع ليفتتح مجال التسجيل بواسطه طايب محمد بعد انفراده بحارس الوداد واضعا فريقه في المقدمه. الوداد اعتمد على الهجمات المرتدة ومن خلالها تحصل على ركلة جزاء مطلع الدقيقة 37، سجلها إبو زيدان على طريقة بانينكا ليعود الفريق التلمساني إلى أجواء المباراة من جديد. في الشوط الثاني ومع تغيير البدلة من قبل الناديين بسبب غزارة الأمطار، تغير نسق اللعب أيضا بعدما انخفض مقارنة مع شوط اللقاء الأول. وفي الدقيقة 69 الأولمبي يتحصل على ركلة جزاء لم يفلح المتألق خلف الله في إيداعها الشباك. الدقيقة 75 شهدت انفعالا زائدا من قبل اللاعبين الذي كاد أن يخرج اللقاء عن إطاره الرياضي ليغادر لاعب وداد تلمسان أيمن عتو بالبطاقة الحمراء. نقص عددي استغله أصحاب الأرض الذين وصلوا للشباك للمرة الثانية بواسطة كموخ زكريا الذي حرر زملائه في مباراة مثيرة. بنورق أبو القاسم من جانب الأولمبي غادر هو الآخر بالكارت الأحمر ليكون ذلك آخر مشهد في المباراة، ليعلن الحكم نهاية اللقاء ويحقق أبناء التطر الانتصار الثالث تواليا في وقت تأزمت وضعية وداد تلمسان في أسفل الترتيب. طرفين نقول باللي في الأخير كان الحظ معنا اللي كسبنا هذه المقابلة. الحمد لله. بالمناسبة نهني اللاعبين تلك الروح القتالية اللي كانت في الميدان، لأن عرفنا اليوم في هذه الظروف لازم اللي يدير الفارق هو الاندفاع البدني والروح القتالية في الميدان. الحمد لله ثلاث نقاط يعني في الرصيد تاعنا اللي تسمح لنا باش نحسن يعني الترتيب تاعنا، وثالث نتيجة إيجابية إن شاء الله هي تكون هذه الديناميكية تاع تحقيق تاع الفوز في المستقبل إن شاء الله. مقابلة جرت في ظروف مناخية صعبة وصعبة جدا، خصوصا أنه الفريق تاعنا يعني فريق كما نقولوا بوكو بليس تكنيك، يجيد اللعب يعني جيدا بالكرة. أدينا الشوط الأول في المستوى، ضيعنا عدة فرص للتسجيل، رجعنا في النتيجة بعد ما سجل هنا الفريق المدية، لكن الشوط الثاني نظن باللي ما قدرناش يعني نلعبوا الكرة تاعنا ستادير سبيسيفيك بورنو فيو لي كونديسيون. طبعا سنختم يزيد مباشرة وبالسرعة القصوى من مباراة اتحاد بالعباس الفائز لأول مرة أمام نجم مقرة. ثم فريق اتحاد بالعباس وفي الجولة السابعة من الرابطة الأولى لكرة القدم استقبل فريق نجم شباب مقرة في لقاء كانت بدايته محتشمة وبأداء باهت من كلا الطرفين إلى غاية الدقيقة 5، أين تحرك هجوم نجم مقرة مشكلا خطورة نسبية على حارس اتحاد بالعباس مرسلي الذي رد الكرة على مرتين من اللاعبين دمان وسمانة لتتاح بعد ذلك فرصة للمحليين صنعها اللاعب حمزة أمام حارس مقرة شريف.
في الدقيقة 18 سوء تفاهم كاد أن يكلف اتحاد بلعباس هدفا، والفرصة كان وراءها المهاجم سومانا. والأخطاء الدفاعية تتوالى من اتحاد بلعباس، لكن الفعالية الهجومية كانت غائبة لدى عناصر النجم. وفي الدقيقة 30 جملة فنية ملعوبة بشكل جيد بعد تمريرات بين عناصر الاتحاد أثمرت بهدف السبق كان وراءه اللاعب مترف. بعد هذا الهدف ازدادت عزيمة أصحاب الأرض لمضاعفة النتيجة، فشنوا عدة حملات هجومية لم تأتي بالجديد. رد فعل أشبال المدرب لطرش جاء عن طريق هذه اللقطة التي كان وراءها قائد الفريق دمان. طبعا المباراة انتهت بأول فوز لاتحاد بلعباس. مدام أنه آخر ثواني تعليقك على وضعية اتحاد بلعباس زواري. فريق اتحاد بلعباس نظن العام الخاص يعرف المشاكل تاع الفريق. كلاعب سابق وين فرحت مع هذا الفريق وتوجت معه بلقبين، نتمنى له كل خير ونتمنى إن شاء الله الناس تفطن في بلعباس ورام يعرفوا المرض وين راه، وإن شاء الله يتسقم أحوالهم ويقولوا كما كانوا إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا بالنسبة لأنصار اتحاد الجزائر الكاميرا أمامك، قول ما شئت، رسالتك للأنصار. رسالة الأنصار اتحاد عاصمة، نظن إن شاء الله فريق راه في فترة صعيبة وإن شاء الله يلتفوا قاع حول الفريق، وإحنا كلاعبين أنا واعين بالمسؤولية وإن شاء الله بربي كما كنت نقول مقبل إن شاء الله المباراة تاع النصر حسين داي هي اللي تخلي تكون الانطلاقة الحقيقية تاع الفريق، وإن شاء الله تاني ميساج بول لي جوار باش يديروا الثقة في رواحهم ويزيدوا يخموا في الماتش هذا تاع لندن إن شاء الله مع جي اس كاو ونجيبوا ريزيتا بوزيتيف إن شاء الله. طبعا كل التوفيق بالنسبة لي عبد الكريم زواري، بالنسبة لي أنصار اتحاد الجزائر ولي الفريق طارغول، شكرا لك على الحرص دائما على تقديم المعلومة لازمة وفي الوقت اللازم. شكرا لك أخ محمد، نلتقي في نفس التوقيت نفس القناة الأسبوع إن شاء الله القادم مع الدكتور بيشاري. طبعا إن شاء الله اليوم عتم البرج، عتم البرج السفرية كانت متعبة متعبة، بنلعب نبض الكرة مع زميل كريم نلتقي في نفس المواعيد إن شاء الله نفس التوقيت بإذن الله تعالى. موعدكم طبعا غدا سيكون عبر الجزائرية الثالثة مع الأخبار الرياضية من السادسة إلى السابعة مساء، نفس العنوان نفس القنوات قنوات تلفزيونية الجزائري. في النهاية أتمنى أن يرفع الله علينا الداء والوباء. شكرا ليزيد بالكوت، لبلال بوعاصم ولكل الفريق التقني الذي عمل على إنجاح هذا العدد. شكرا، شكر خاص لبلال بوزيدي على الأداء والإعداد في هذا العدد. السلام عليكم.